نحن نعمل في صمت لأن الصمت هو لغة العظماء. مبروك لكل أهلاوية بطولة جديدة، إنجازاتنا، بطولاتنا، ألقابنا وأبطالنا بيتحدثوا عن النادي الأهلي وعن جماهير النادي الأهلي. عمالقة السلة أبطال أفريقيا، أبطال البال في نسختها الثالثة، ومن رواندا لسنغافورة، من بطولة أفريقيا أبطال أفريقيا هيشاركوا في كأس العالم للأندية. مبروك للنادي الأهلي، فرحة كبيرة الحقيقة عشناها، عروض أكثر من رائعة. جوسي بوش كتيبة الأهلي، شرفتونا ورفعتوا راسنا وقدمتوا عروض قوية جدا، آخرها امبارح في نهائي البال أمام دوان السنغالي أو الجمارك السنغالية، عرض قوي جدا، مباراة انتهت لصالح الأهلي. طبعا دي لقطات ولحظات من فرحة الفوز والتتويج ورفع كأس البطولة مع جماهير الأهلي اللي كانت موجودة فين؟ في رواندا، فين؟ في استاد كيجالي أو في صالة كيجالي، بتحتفل مع أبطال النادي الأهلي بلقب بطولة غالية جدا جدا جدا. مش غالية لأنها بطولة هي يمكن تكون الأقوى على مستوى القارة على مدار تاريخها كله، لكن كمان عشان مؤهلة لكأس العالم للأندية. وخد بالك تتويج الباسكت امبارح، رجالة الباسكت عمالقة النادي الأهلي امبارح ببطولة أفريقيا ووصولهم للمشاركة في سنغافورة في كأس العالم للأندية، يخلي النادي الأهلي بيحقق رقم قياسي جديد على مستوى مش مصر، على مستوى قارة أفريقيا. النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي شاركت فرق كرة القدم، كرة الباسكت، كرة اليد، كرة الفولي في بطولة كأس العالم للأندية. بمشاركة الباسكت كانت الباسكت هي المتبقية وقد فعلها الأبطال وتأهلوا لبطولة العالم اللي هتقام إن شاء الله في سنغافورة. تكلم كتير، تغلط كتير، تخسر كتير، تكلم قليل، تبقى إنجازاتك وبطولاتك وألقابك هي اللي بتتكلم عنك. وده اللي بيحصل مع النادي الأهلي يوم ورا يوم، بطولة ورا بطولة، ما بيغيبش عننا أسبوع يا جماعة إلا لما بنظهر على شاشة النادي الأهلي نتكلم عن لقب جديد أو بطولة جديدة، ودي شيمة الكبار. هو ده النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي اللي ملوش مثيل وملوش منافس، ومن حق جماهيره العريضة إنها تفرح بأبطالها في كل المجالات وفي كل اللعبات. في أوقات كتير جدا كنت مستغرب، نادي بحجم النادي الأهلي بحجم الجماهيرية وبحجم الشعبية، إيه اللي يخليه ينفق ميزانيات بالمليارات على رياضات كتيرة جدا؟ طب ما الأولى إنه، وأنتوا عارفين إن إحنا عندنا مشاكل مادية على مستوى الأندية في مصر كلها، طب ما الأولى إنه يركز ده في نشاط أو في اتنين أو على الأقل في بعض الرياضات الجماعية، وسيبك بقى من كل الرياضات دي وقطاعات الناشئين دي اللي ما بتجيبش أو بتدر دخل. بعدين لما بقيت جزء من المنظومة ودخلت في التفاصيل اكتشفت إن في مسؤولية وطنية، أنت بتتكلم على قلعة من قلاع الرياضة مش بس في مصر، على مستوى إفريقيا وعلى مستوى الوطن العربي، مهمتها هي تقديم الأبطال اللي بترفع اسم مصر وبترفع علم مصر، ودي مسؤولية وشرف كبير جدا. يتشرف النادي الأهلي هو أن يكون المصدر الأول حقيقة لتغذية كل المنتخبات المصرية في كل الرياضات، في كل اللعبات، في كل الأعمار أو المراحل السنية المختلفة. مبروك للنادي الأهلي مرة تانية. يمكن النهاردة وصلت بعثة النادي الأهلي للمطار وكان في استقبالهم الحقيقة، طبعا دي لحظات وصول البعثة النهاردة ده بعد طبعا ما نزلوا ركبوا الباص، وكان في استقبالهم طبعا في لحظات وصولهم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. الحقيقة يعني طبعا دي الصورة بتاعت استقبالهم في مطار القاهرة، وكابتن الخطيب دايما بيكون حريص على التواجد مع كل واحد، كل بطل، كل رياضة قادرة أنها ترفع شعار النادي الأهلي فوق وقادرة أنها تمثل مصر على أحسن مستوى في كل المحافل الدولية والقارية. مبروك أبطالنا، شرفتونا، رفعتوا راسنا. ومهما نقول الحقيقة تابعنا المباراة، يمكن المباراة ابتدت وأنا على الهواء امبارح معاكم في السادسة، وأول ما خلصت الحلقة تابعنا المباراة على أعصابنا، ورغم إن إحنا أنا شخصيا كنت متوقع سيناريو صعب لأن فريق الدوان أو الفريق الجمارك عامل عروض قوية جدا في البطولة ومخرج أبطال يعني حاملي لقب البطولة قبل كده، ومخرج بيترو أتلتيكو كان مرشح أول للبطولة، ومخرج اتحاد المنستيري، مخرج فرقة تقيلة جدا. فكنت متوقع أن اللقاء يكون صعب، لكن قدرات الأهلي الفوارق ظهرت وبانت في مباراة النهائي اللي حسمها أبطالنا لصالحه.